بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا ما كان صالحا، وأصلح منا ما كان فاسدا، وأصلح فساد قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليك، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا رب لا إله إلا أنت، ظهر اللاجئين وجار المستجيرين وأمان الخائفين. يا رب اللهم إن كنت كتبتنا عندك أشقياء أو محرومين أو مطرودين أو مقترا علينا في الرزق، اللهم بفضلك شقاوتنا وحرماننا وطردنا وتقتير أرزاقنا، وأثبتنا عندك في أم الكتاب سعداء مرحومين مرزوقين موفقين للخيرات، فإنك قلت وقولك الحق على لسان نبيك في كتابك المنزل، على لسان نبيك المرسل، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. إلهنا بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المعظم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم، اصرف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، واجز عنا من ربانا خيرا، وارحم بفضلك المسلمين كافة عامة أحياء وأمواتا. وصل اللهم على سيدنا محمد.